أنا تمام، بس أنا بغسل المطبخ، مكروه أصلا، لازم ما تاكل عندك أكل، أكل عندك المطبخ، عشان فاضية في الطبق، بس إيه بطاطس على سلطة طماطم على خيار على شوية البقدونس على كزبرة، وفلفل بقى شطة، فلفل حار، فلفل أخضر كلهم. وقلب الأرنب وكبدة الأرنب وشوف الأرنب كلكم بسم الله، رغيف عجوة، بسم الله الرحمن الرحيم.